السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي جريدة الحدث 24. مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من مدينة فاس. كما كتشوفوا معنا العاصمة العلمية، احنا في مكان بانوراميكي مورانا المدينة القديمة ديال مدينة فاس، ومعنا واحد السيد اللي هو رجل خارق، موهبة ربانية في الحساب في الماط، اللي ملقب حميد الماط، اللي غادي يهضر لينا على الموهبة ديالو. حميد الماط اللي داز في برامج وقنوات عالمية، لكن دابا حاليا كيعيش واحد الظروف اللي هي جد صعبة. غادي يهضر لينا حميد الماط على هذه الموهبة الربانية كيدير اكتسبها، وكل ما كيتعلق بذلك، والسر كيفاش كيدير يحسب داك الارقام الفلكية، داك الارقام اللي كيحسبهم بطريقة ديال دمغية كما كيقولوا، واسرع من الآلة الحاسبة. نخليكم مع السيد يقدم لنا راسه وكل ما كيتعلق به. الحمد لله، شكرا احداث 24، شكرا من دعم حميد المقام بعيد. حميد مات موهبه في الرياضيات، مدرب حساب ذهني، موهبه ديالو بنت 1994. الله سبحانه وتعالى اعطاني هذه الموهبه لعده قنوات عالميه ومحليه ودوليه. مرحبا. قريتي؟ السنه الثانيه با. نعم. قريتيش في الجامعه؟ لا، ما كانش لي المشكل يعني من هو حميد، هو المشكل التوجيه. ما كانش لي اطلع حميد الماط، علاش؟ ان من بنت موهبه حميد الماط ما كانش واحد التحليل علمي. جاو لي زميلي قالوا لي عند التوحش، هو التوحش سرعه البديه. دينيا موهبه، الساعه من بنت موهبه حميد الماط او التوحد حميد الماط ما كانش لي اطلعوا. علاش ما كانش بحال واحد الانسان يقول اجي حميد الله سبحانه وتعالى زائد حنا علم ناقص الله سبحانه وتعالى ناقص نعم فاتوري الله سبحانه وتعالى نعم لسويت الله سبحانه وتعالى لسويت نعم اسبونونسيال ما كانش لي اطلع حميد. كي درتي انت كتشوف الموهبه ديال الحساب دماغي؟ في سنه 1994 انت عارف ان عندي موهبه، ما عرفتش عمليه صحيحه ولا ما صحيحاش، لان واحد السيد رحمه الله محمد السوسي انت جي عندنا خاصنا حيت قيفور المخازن، تحيه للمدرسه العموميه قيفور المخازن، ان الاستاذ عاد يدير العمليه. انا عارفها واما عارفها صحيحه ولا غلط، عاد علمنا 6 في 7 انا عارفها 42، بغيت نخاف نقول 42 نخاف هما خطا 89 عارف 72 واخا نقول 72 تخاف تقول انا اللهم انا العصا وما يدحقوش عليا تقولها علاش؟ انا تنخاف نقولها نخاف خطأ، نخاف نقولها نخاف خطأ، ولئن ما بين ليلة وضحاها برزت موهبة حميد الماط. ديك الساعة برزت موهبة حميد الماط. كتقول لي ديك الموهبة في الداخل ديالك ما كتخرجش؟ فوالا وي 94 94 علاش؟ انا من العصا النهار الاول مع الاستاذ العصا النهار الثاني الاستاذ النهار الثالث العصا خصني اوبليجي نلقى الحل للعصا، ما نبقاش ديما نقول العصا. دابا جميع الارقام مثلا دابا قسم على سويت فاتوريا اللي بغيتي الماط بشكل عام اللي بغيتي قلتي لي قنوات عالميه ديال قنوات عالميه محليه ودوليه وجاويه عدد بي بي سي الحره العربيه فرونس 24 ام بي سي جرائد محليه ودوليه كامل ازداف قناه المانيا بزاف علاش اخي ما دزنا واحد الشينوي دزنا واحد الشينوي شنو اللي عجبني؟ عجبني هو الاعتراف ديال السيد الصيني. جا هذا الشينوي هو عنده حالات بحال في بلادهم، جا واحد السيد خا معنا ترجمان الحمد لله النتيجه رائعه. جات بي بي سي لقيت مشكل ديال اللغه ولكن النتيجه رائعه. ما عندكش اللغه؟ لا علاش؟ لان المشكل على سبيل المثال ندوي ولكن ما ندويش 100%، ندوي ولكن ما ندويش 100% حدا فرنسيه انجليزيه اسبانيه عبريه تندوي 40-50% تستلم تاعي عبريه. يعني اللغه ديال اليهود؟ لا علاش؟ انا قبل 16 مرشد كنت مرشد سياحي، تمشي مع النصارى ولكن بعد ما 16 مرشد منعوا المرشد السياحي غير مرخص. عندك مشكلة ديال التلعثوم؟ ماشي مشكلة ديال التلعثوم، ما خيرش بحال دابا مثلا انا مرشد سياحي نقدر نمشي فيها بعيد، ولكن على الاقل الا خديت البادج نقدر نزيد اول مرشد سياحي، السياحة نقدر نمشي فيها بعيد، ولكن ما كانش اللي غيأثرني، علاش؟ لان من عند البادج بعد على الاقل عند 70% 30% تأول، عند مجال السياحة لا عطاو البادج تقدر عند 91% 30%. بالنسبه دابا مثلا شي واحد يطرح عليك شي سؤال ديال شي عمليه ديال الضرب. انا نعطي انا ميتا شحال من العام؟ انا شحال من نهار؟ 12 و45 نهار. وشحال من ساعه؟ 200 و 980 ساعه.
19,844,800 تب ثانية مرايا 40,784 ثانية مثلا اللي عنده 40 سنة 14,600 نهار و 350,400 ساعة 21,400 دقيقة شحال ثانية ومرايا 161,440,000 شي عملية مثلا ديال الضرب مثلا ولا قول لي بعدا نعطي انا 200 شحال تتأكل في النهار شحال كناكل؟ الخبز عندو 200 ربعة في النهار ربعة في النهار هي جوطون 555 اللي تي فهاد اعوام هادو ولكن فاش كنت صغير مثلا ديك العامين الاولى ما كنتش كناكل الخبز لا انا عطيني اي حساب قول لي بحال دابا تشرب قهوة تشرب قهوة نقول شحال من قهوة شربتي شحال من قهوة شربتي شحال من عام تشرب قهوة ديروا مثلا السنين السنين شحال من قهوة ناجو قهوة في النهار ثلاثة قهوة في النهار قهوة في النهار 2190 قهوة مثلا نقول شي عملية حسابية ديال 187,000 مضروبة في 15 2,805 اي عملية دابا قسم نزيد نشوفو دابا شي واحد في المتتبعين يطرح شي سؤال شي عملية ديال الضرب نشوفو واش هزاج دابا كيسمع لاسين سويت فاكتور اي متتبع بغا نعرف شحال عمرو نعرف شحال جيبو نعرف النمرة الضرائب تعرف شحال في جيبو؟ نعرف شحال في جيبو واخا بلاتي هاد القضية ديال شي جيبو كدير تعرف اي داش من عام خالق زائد 2022 زائد شحال في جيبو زائد شحال في عمرو نقول انا شحال في جيبو ولكن ما قلتي راه ماتي حيت انا ماتي حيت دابا هو تلقاني تقريبا حدودو ما تقوليش شحال شحال تيشد على حاسبه تيديرش من عام خالق زائد 2022 زائد شحال في جيبو زائد شحال في عمرو تيقول لي بحال دابا 6805 نقول له انا شحال في جيبو هو كيحسبها راسو انت هو تيحسب راسو هو تيحسب راسو العمليه ديال الحساب ديال الضرب ولا ديال القسمه ولا ديال اي حاجه حنا مازال حتى شي واحد ما قال لنا نشوفوا شي واحد اللي يعطينا شي عمليه ديال الحساب سواء ديال العمر ديالو ولا ديال اي حاجه بالنسبه للنمره ديال الدار تخيل النمره الدار مضروبه في 100 ناقص العام فاش خالق تقول لي خدا اخرى قول شحال في عمرها شحال بها من الخوت هذه عمليه يعني حيت منطقيه علاش ان اي حاجه اي حاجه في المنطق اي حاجه في المنطقه راه حساب عطيني شي حاجه في الدنيا ماشي حساب كلشي حساب عطيني شي حاجه في الدنيا ماشي حساب واحد كيقول 30 عام خليك معايا اخويا وليد عنده 32 عام شحال عاش شحال عاش من دقيقه غيب شويه غيب شويه ما تزربش يا حبيبي ما تزربش 16 مليون و 819 و 200 دقيقة نعم اللي عاش وي 32 عام انت سمعتي خويا 16 مليون و 800,000 و 819,000 و 200 انت سمعتي خويا وليد شحال في عمرك شحال من دقيقة زدتي واحد كيقول لك بلاتي خليك معايا خويا خليك اخويا حميد واحد قال لك هذه 12 عام وهو كيكمي 34 درهم في النهار شحال يكون كما 12 عام 34 درهم في النهار 148,920 درهم 14 مليون و892000 14 مليون و892000 و892000 فرنك سمعتي اخويا كميتي 14 مليون و892000 فرنك انت اخويا سمعتي شحال كميتي اخويا زكريا الله يعفو عليك حنا دابا كنتسناو المتابعين ديالنا كل واحد وغادي يقول لنا شحال من حاجه وحنا معاك وفي التالي عاد تقول لنا الظروف ديالك اللي كتعيشها دابا بلاتي حميد انا نمشيو بعدا مع الناس يقولوا لنا تهضر معنا على الظروف ديالك اللي كتعيشها دابا حاليا وعاد نمشيو معاكم متابعينا اي عمليات حسابيه ولا شي حاجه حنا مع حميد وضربوا عمليات حسابيه ديالكم من بعد واخا دابا حاليا كنتي متزوج شي بالنسبه حميد المات من في الجزائر عندك اخويا واخا من بنت في الجزائر بنت في بعض الجزائر بنت في العربيه بنت بي دي ام ان شي حاجه قاره وديت شي ديال السوايع تعيد دخل مع ولدي يومين تتي ما ان والو تعيد دخل مع بنتي يومين تتي ما ان والو تعيد دخل مع ولدي يومين تتي ما ان والو الوالده عيات شويه قلت انا شندي على نتزوج طلعت الزائره تزوجت السيدات انت معايا في مصلى مفتوح العام الاول العام الثاني قد انسى الحلو طلعنا سلا حيت خدمه قبل اورونا انت امور شويه مروجه بعد اورونا امور شويه فرانات من فرانات كل انس انه فات ما عجبهاش الحال
اللي ما عجبهاش الحال ماشي انا بغي ما دارش مع وليدات مش ما دارش مع وليدات انا ماشي ما عادش على الطبيب ولا ما عادش على الطبيب بدينا اليوم غدا انت عارف دابا الدخل ما انشي دخل يومي اين دخل نحصلوا 100 درهم يوم ما اين والو نحصلوا 200 درهم يوم ما اين والو نحصلوا 500 درهم اين والو ساعة من الاخرى تسالني معايا فات ما عجبهاش الحال علاش ما عجبهاش الحال لان هي بحالي ما سخاش بعائلتها ما سخاش بعائلتها ضرب الطلاق هما دابا في القانون داروا واحد الطلاق الشيخه اما ما عجبتهاش هي مشات تطلق ما عجبتهاش هي مشات تطلق مشات تضرب الطلاق تعيش بدار الوالدين علاش تعيش بدار الوالدين ما بوحدي حيت كنشد ديال السوايع انا دابا حاليا المشكل اللي اين هو لان في المارت وحساب ديني حساب ديني هو المارت على الوليدات والناس كيتيقوا فيك كيتيقوا في اين واحد النسبه ديال الناس انا دابا ماشي ما بغيتش نخدم الواقع حيت هذا الواقع اللي عايش فيه حميد هاد الطلاق ضد الوالدين ما عايش واحد الدخان ماشي انا باغيه ولا انا الواقع مفروض عليا هاد الواقع ماشي انا باغيه هو مفروض عليا علاش انا عايش ضد الوالدين عايش ما عنديش باش نقدر نسال علاش انا خدم مع هذا خدم مع هذا خدم مع هذا لان ما عنديش واحد دقيقه وانا عندي واحد دقيقه وعدوك شي جهات انهم يديروا شي مشروع ولا شي حاجه بزاف الناس يبداو بلا 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 وين توصل من الموت ما اين والو بزاف الناس يبداو بلا 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 وين توصل من الموت ما اين والو انت درتي شي كتاب ديالك وانت درتو بعد حساب ذهني حاليا انت عواندي فيلم على حياه حميد المات غير ندير فيلم على حياه حميد المات الحمد لله لا الحمد لله لقيت واحد الاخ في مدينه الصويره تنشؤهم هذا المنبر المدرب استاذ الصويره لقيت وليدات اللي يمثلوا دور حميد المات والمشكل اللي انا والمخرج باش ندير بلاصه من فاس الصويره خص ميزانيه حنا دابا شنو وقع وقع المشكل ديال مصاريف التنقل انا والمخرج علاش انا والمخرج مشينا تماما انا وياه نمشي انا في الصويره وانا سيدنا ضايفنا قال اجيو الصويره مرحبا بام اين وليداتي مثل دور حميد المات ولا ان حميد المات شنو فوقاش يبان حميد المات يبان حتى في الدقائق الاخيره عاد يبان حميد المات حقيقي وان للاسف للاسف وقفنا فينا ما خرجش الوجود علاش ان مش ديال مصارف التنقل خليك معايا حميد خوتي اللي سولوني على هذه العمليه الحسابيه انا نمشي معكم واحد بواحد واحد كيقول خليك معايا واحد في عمره 17 عام 6200 اللي في عمرك 16 17 عام شحال من دقيقة عنده؟ 935 دقيقة بلاتي أنا نقولها شحال د المليون؟ 8 د المليون 935000 و235000 و200 دقيقة مول 17 عام بلاتي واحد أنا نمشي معاك خطوة بخطوة أخويا واحد اللي تيقول 426 مضروبة في 84 486 35784 سمعتي اخويا سبعه شحال قلتي 35784 هذه العمليه ديال 426 في 84 بالنسبه لواحد كيشري 16 دريال الزريعه 6 المرات في الاسبوع شحال جاتو بلاتي شحال 16 دريال الزريعه 6 المرات في السيمانه ياك شحال جاتو في 28 عام مليون و198 فرانك مليون و198 فرانك و198 فرانك و80 فرانك سمعتي اخويا مول الزريعه شحال عاودها مليون و198 فرانك مليون و198 فرانك و80 فرانك انت سمعتي اخويا هذا حميد الموهبه حميد الماط الموهبه الحساب عنده بالدماغ يعني باش ماشي تقولوا راه حنا كنعطيو شي ارقام من عندنا ومتفقين معاه انتم بلاتي خليك معايا حميد خليك معايا انتم كتعطيونا العمليات الحسابيه وحنا كنعرضوهم عليه هو كيحسبهم وكيقول لهم راه عندكم الكالكيلاتريس ضربوا هذه العمليه وحسبوا وديك الساعات ردوا علينا في التعاليق واخا سي حميد كمل مثلا ساعة من خدمة على مش أخدم أنا ندير السوايع من ندير السوايع قلت أنا نتزوج هبطت للزائر نتزوج جات السيدة أنت معايا في المصلى المفتوح تقريبا عام ونص معايا في المصلى المفتوح طلعنا سلا طلعنا سلا شحال حنا في سلا أنت ألف 1200 درهم باش أنت ألف سلا العام الأول العام الثاني العام الثالث الامور قلت شويه علاش قلت شويه ان الدخل لان بعد اورونا ماشي الدخل بعد قبل اورونا واخا حميد بلاتي وكملنا واحد عاوتاني باش خطوه واحد عنده 32 عام شحال عنده من ساعه من ساعه 280000 280000 و320 ساعه الاخت كريمه كتقول
8764 مقسومة على 36. 8764 مقسومة على 36 243. 243. الأخت كريمة 243، هذيك العملية اللي درتي 8764 مقسومة فاصلة 4 مقسومة على 36 شحال قلتي؟ 243.4. 243.4. هانتي أختي يا العملية الحسابية، ديري الكالكيلاتريس وردي علينا. واخا كمل حميد. الساعة من الدخمة أنشاي والأخوت هضرت بأس أون فيها، هبرت الفاس، سألت فاس دابا سألت دار الوالدين على الأقل بلا لا، خلاص أوني معايا فاس ما بغاتش، شادها الطلاق. انا درت رجوع هما داروا واحد الطلاق شقيقه المراه اللي ما عجبهاش تطلق شت طلقت. قول لي بالنسبه للايام اللي كتكون ما خدامش بحال دابا في الصيف ولا شي حاجه شنو كدير؟ لا هما دابا لولا التأطي او الدعم بعد اصدقاء حميد الماض لنتظر حميد الماض. علاش؟ ان حميد الماض ماشي ما بغاش يخدم، ماشي ما بغاش يسقر. حميد الماض انت ما تشوف، علاش؟ انا اخر ما اتصلت بواحد السيد، مشيت قال اشنو تدير؟ قلت له لا ندير ما ازيني دير بومبيست، قال خليني مع التليفون الى يومنا هذا. دابا حميد من ما مولاش عيط لي، عاد انت في الناظور قبل رمضان مع اينو خويا السيمو اللي كت في عمرك 26 عام. خويا شنو بغيتي تعرف الساعة ولا شنو بغيتي تعرف؟ بالنسبة للأخت كريمة تحية لك أختي، والله إلا هي هذيك تحية لك أختي كريمة، راه هذا موهبة ربانية. حميد الماط معروف على الصعيد العالمي، إلا دخلتي للبي بي سي، دخلتي للجزيرة، دخلتي للحرة، غتلقاي حميد الماط البرامج ديالو ديرهم في اليوتيوب، تعرفي راه موهبة ربانية عطيه الله سبحانه وتعالى في هذه العاصمة العلمية، غير هو ضايع. بالنسبة حميد واحد القضية، بالنسبة للدروريين اللي كتقريهم الماط مثلا ديك الجذور المربعه داك الشيء كلشي دابا المشكل دابا شحال من اب شنو عند بالو؟ عند بالو يجيب له حميد الولد او البنت يولي ما بين ليله ولحال ولا اينشتاين. حميد تيدير واحد المجهود، شنو تيبقى؟ تيبقى العمل على التلميذ او التلميذه. دابا شحال من اب شنو عند بالو؟ تيقول الولد عنده مشلل لا غدا ولا تيجي تيقول له نجيب له حميد الولد ولا اينشتاين، نجيب له حميد الولد ولا اينشتاين. الولد او البنت استمرارية. تاني حاجة حميد تدي المجهود، حميد من يجي العيب ولا على جال ما فهمتش هادي ولا ما عرفتش هادي ولا ما العيب ولا لا. ودابا أغلب الآباء شنو عند بالو؟ عند بالو يجيب له حميد السيمانة الأولى السيمانة الثانية شهر الأول شهر الثاني ولا تيتاه. الخويا اللي كتقول استعملوا في غناء، خويا هذا موهبه ربانيه، حنا كنهضروا على موهبه، شي سؤال اللي كيتعلق بشحال ديال الارقام ولا شي حاجه، هذا السيد راه موهبه ربانيه. تحيه لك خويا، غنمشيو لعند واحد في عمره 21 عام. شحال من ساعه؟ 183,960 ساعه. واخا واخا واحد كيقول لك 5520 مقسومة على 70. 5520 77 78.75 78.85 بالنسبة للأخ اللي 5580 واخا 5540 لا 5500 بلاتي 5520 على 70 78.85 78.85 واخا. بالنسبة في عمره 37 شحال عنده من ساعة؟ 324,120 ساعة. واخا. بالنسبة لواحد كيقول لك 700 مليون في اليوم، 700 مليون في النهار لمدة 22 ساعة سنة، 3066 مليار. 3066 مليار اخويا، إلا عندك منها غير شوية صيفطها لنا. تحية لك اخويا. واخا غنشوف شي سؤال واحد اخر. 21 ساعة سنة راه دوزناها. واحد عندي 480 في السيمانة، شحال في 36 عام؟ 480 ديرو حنا غير 480 ريال ولا شنو بغاو؟ 480 فاش؟ بلاتي 84 بلاتي كيطلعوا الاعلان لي كومونتير كيطلعوا اخويا غنشوفوا. جوج بلاتي جوج فاصلة 939 في 64 256 876 واخا عاودها لنا باش نعاودوها له.
جوج في 1931 اها من دور باف في 84 في 64 لا في 64 64 ولا 64 جوج في 2939 1939 64 185 187 187 187 188 188 188 96 فاصلة 0 96 واخا غنمشيو عندو أخت كريمة عندها 29 عام شحال من ساعة؟ ساعة 254000 254000 40 40 أنت سمعتي شحال عندك مول 32 عام 11180 نهار 11180 نهار 86 نهار 11680 نهار 11680 نهار 680 نهار وشحال من 320 ساعة شحال 208920 ساعة انت سمعتي شحال عندك بلاتي واحد كيقول لك 78 فاصلة لا صافي راه عطانا كسميتو العون شحال عطانا 44 عام 11600 نهار زيد 305400 ساعة مرحبا شكرا 1236 في 5 زائد 2000 زائد 564 6244 ناقص 876 6244 6300 5360 مقسومة على 7 5360 مقسومة على 7 700 776 واخا هانتا باش نعاودوها 1236 مضروبة في 5 زائد 500 بلاتي باش نعطيو الرقم كامل وعاد تحسبوا لنا لا لا سمعي هذه خرقة 1236 5 6180 زائد 564 680 6740 ناقص 876 6740 ناقص 866 76 876 5868 مقسومة على 7 800 838 اخويا مول هذا الرقم اللي عطيتينا واحد اللي عنده 37 عام شحال عنده من النهار شحال عنده من 1500 ساعه 19470 دقيقه واخا واحد كيقول 480 ما عرفناش شنو هي هذيك 480 30 عام 10950 نهار 288 ساعه 35 عام 12475 نهار و 9600 ساعه و 13900 دقه واخا هاد خونا هذا اللي جالس حدانا شحال في عمرك؟ اجي زيد حدانا زيد حدانا زيد حدانا تعرف كلشي عليه ما غتبانش ما غتبانش شحال في عمرك اخويا؟ 21 عام 7665 نهار 7000 قول له شحال عنده من النهار 7665 نهار و 183960 ساعه و 11700 دقه شحال من ثانيه؟ 11700 دقه هي 662 265 ثانيه شحال عسيتي والله ما بقيت عاقل على شي حاجه ما بقيتيش عاقل هذا 165 نهار عندي في الطوفه مريا هنايا 7000 وشحال 165 نهار وشحال من دقيقه 183960 ساعه اسمع هذا هو حميد الماط كيفاش كدير لهذا هذا عمليه حسابيه خليك معنا راه دايرين معاه دابا مباشر خليك بلاتي اخويا عنده هذا موهبه ربانيه كيحسب حتى الناس اللي هنا في لي كومونتير خوتي 19 عام لي كومونتير بزاف اخوتي 19 عام 6935 نهار و 162440 ساعة واخا 2840 دقة بالنسبة للمالين 32 ساعة وهادي واحد عنده 20 ساعة 20 عام بلاتي بلاتي 22 عام وكيطب 20 درهم في النهار شحال عام؟ عنده 20 عام 147 مليون 126 146 مليون 146 مليون انت اللي خسرتي اخويا عنده غير 20 درهم في النهار وي يا واو واو باي بالنسبه للاخوان بزاف ديال لي كومونتير ما نقدروش اخوتي هادشي كامل غادي نخليوكم مع حميد اللي عنده المطالب ديالو مسكين حميد الموهبه الضائع اللي يقدر مسكين شي واحد يدعموه ولا شي حاجه حنا هاد الغايه من هاد المباشر هذا كنبرزوا الموهبه ديال حميد الماط ولكن شي جهه اللي تقدر تعاونو اللي تقدر تدعمو ولا شي حاجه لان في حال هاد الموهبه هادو ما يمكنش يبقاو ضايعين انتم كتشوفوا اخوتي حتى في التعاليق ديالكم
اي سؤال كيجاوب عليه، اي رقم كيجاوب عليه. النمره ديالو هي كاينه في العنوان ديال المباشر، اي حاجه عندها علاقه بالحساب يمكن لكم تتواصلوا معاه. هو انتم كتشوفوا معنا على المباشر، كيعطيكم الارقام على المباشر اللي يقدر يدعموا، اللي يقدر اي حاجه اللي عنده وليداته كيقراو لي كيضطروا يوجهوا اي حاجه. قلتي حتى الحساب الذهني ياك، واخا سي حميد نروح مزيان. هذا صور أنا دابا حاليا أي إنسان أو مدرسة أو مؤسسة أو مرأة أو عائلة على خدمة حميد مرحبا في مجال الحساب الديني وفي مجال اليديات. أنا مستعد للعمل في أي مدينة، ماشي ضروري بس غير بحال دابا شي عائلة أو مرأة أو مدرسة على خدمة حميد مرحبا. ليس مهم المدينة، مهم في طنجة، مهم في وجدة، مهم في مراكش، مهم في النهضة، في أي مدينة. حميد مرحبا، أنتم تشوفوا الواقع ديالو، تشوفوا القناة ديال اليوتيوب حميد ما شوفو الواقع اللي تيعيش فيه. حميد ما ماشي تتسول او ما بغاش يخدم، حميد ما تيشرح الواقع ديالو، حيت الواقع فرق ما بين الواقع. معنا حميد الماط قال لك ماشي كيتسول اولا كيسعى. حميد الماط في الاول قال لك عرضوه على كسميتو، قال لك بالله عنده مرض توحد في الاول ياك، السرعه البديهه ومرض التوحد، من بعد ما لقاش التاطير اللي اطروا ولا اللي وجهوا. حميد الماط عنده دوزيام اني في بكالوريا، يعني سيزيام. في اين سنه وصلت؟ تقريبا في 2008 2009. الموهبه الربانيه اللي عنده، الظروف اللي كيعيشها هو، كيقول لك ماشي ما بغاش يخدم الا لقى شي ماشي اي مؤسسه او شي حاجه. هو كيقول لكم اخوتي فاس القناه ديالو في يوتيوب فيه عايش، ماشي تسول او ما بغاش يخدم، تشرح الواقع ديالو. حيت حميد ما فرق ما بين الواقع، حيت دابا ملي تيقول حميد مرتاح نفسيا تزيد يبدع. حميد ما مرتاحش نفسيا ما يبدع، علاش؟ لان الواقع فاش تعيش ما مرتاحش نفسيا 100%، مرتاح نفسيا بنسبه 40%، فاش يدير يبدع. بالنسبه للقضيه ديال الطلاق، ماشي انا بغيت الطلاق، هي بغيت الطلاق. حاليا اي مؤسسه او شيئه او عائله على خدمه حميد ما فمرحبا. كاينين كالكيلاتريس الحساب ما بقاش هكا، هادو مواهب اخويا، ماشي ممكن نستغلوهم حنا غير في الحساب ديال العمليه ديال الضرب. هادو مواهب ممكن ان كما قال هو راه ممكن انه، واخا انا نخليك وانت غتضيف هاد النقطه، ممكن مواهب. شوف كاين موهبه في كره القدم، كاين موهبه في الرسم، كاين موهبه في جميع المجالات فيهم مواهب. هاد المواهب فاش كيتاثروا وكنسقلوا ديك الموهبه ديالهم ضروري كنخرجوا منها نجم في شي حاجه، ماشي غير في الحساب. هذا هو الغايه ديالنا والهدف ديالنا من هذا من هذا المباشره اخويا. وجميع دول العالم راه المواهب كيحتضنوها، ماشي كيقلوا منها ولا كيضحكوا عليها ولا شي حاجه. مثلا كنشوفوا غير في عالم الرياضه، اي دري صغير كيكون موهوب في شي حاجه راه كيشدوه فرق ولا انديه وكيحتضنوه. اي واحد عنده في الرسم كيحتضنوه وكيسقلوا الموهبه ديالو وكيدعموه. وحميد الماط كما كيقول هو ما لقاش دعم وما لقاش تاطير في الصغر ديالو، هو اللي خلاه دابا حاليا بعد ما كان كيعاني من ذاك المرض، وهو دابا حاليا ضايع في الشوارع. هما ملي مارس الموهبه حميد الماط في سنه ابتدائي 88 بازات في الرياضيات. الرياضيات ماشي هو السلائل تسع، الرياضيات هو معادلات، الرياضيات هما اللي سويت هما فاكتورات. ما بازات الموهبه حميد الماط في 88 حميد ما تيحسب، ما كانش واحد الاستاذ او استاذه او دكتور او شي واحد يقطع حميد الماط. راه سبحان الله تعالى زائد تعلم ناقص، راه سبحان الله ناقص تعلم لي سويت، راه سبحان الله تعالى لي سويت تعلم فاكتور. ما كانش واحد الشخص اللي يقطع حميد الماط، ولهذا اتجهت الحساب ديالي، عرفت شفت الحساب ديالي. ما هي من بازات الموهبه حميد الماط 88 يعني تنقرا في ابتدائي سنه ثالثه ابتدائي، تنعرف تفسات 7 8 12 10 10 سين سويت فاكتور. وإما كانت واحد الإنسان أو إنسانة اللي يزيد الأولى باش تمشي بعيد، كنروحو عندي واحد الحلقة أخرى. بالنسبة للعمليات الحسابية خوتي، إلا بقينا متبعين لي كومونتير والعمليات الحسابية راه ما غاديش نوقفو، غادي نختمو المباشر بعد العمليات. تحية ليك خويا اللي كتشكرنا، تحية ليك خويا بارك الله فيك. غادي نختمو بواحد يقول في عمره 87 عام، غادي غير باش نختمو غنعطيو 87 عام شحال من عاش من نهار؟ 1755 يوم. شحال من دقيقة؟ ساعة. 757720 ساعة. شحال من دقيقة؟ 746 مليون و 331 دقيقة. شحال من أسبوع؟ شحال من أسبوع؟ 52,520 أسبوع. تحياتي لك خويا. 44 استماع.
بالنسبه ما عرفناش 1993 هذاك اللي حسبتيها ما عرفناش شنو اللي كاين. بالنسبه للاخ اللي كيقول هذوك هذوك السياح اخويا جاوا كيطلعوا على داك الكهف. حنا في واحد المنطقه كما كتشوف معنا منطقه سياحيه بانوراميكيه، جاوا كيطلعوا على داك الكهف وغادي يمشيو في حالاتهم هذوك السياح اخويا، ما نقدروش ندخلوا في الامور ديالهم. بالنسبه للاخوان اللي كيبغوا 19 عام 6935 نهار 166 ساعه 7900 دقيقه بالنسبه 40 هضرنا على مول 40. غادي نشوفوا شي سؤال واحد اخر بالنسبه ل 35 12700 نهار 6600 ساعه 18000 دقيقه. شكرا خويا حميد. الاخوان اللي بغى يتواصل مع حميد اللي كيعرف شي مؤسسه اللي تقدر تحتضنه كما قال هو، ولا كيعرف شي وحدين اللي يديروا مسوايع في الحساب الذهني او في كل ما كيتعلق بالرياضيات، الرقم ديال حميد الماط هو في العنوان. تحيه لكم والى مباشر اخر ان شاء الله بحول الله. كما قلنا الغايه من هذا المباشر هو اننا كنبرزوا الموهبه اولا ديالو، ثاني حاجه كان السيد كيعيش واحد الظروف اللي هي صعيبه شويه اللي يقدر يعاونو، كما قال هو ما كيتسولش اللي يقدر يعاونو يلقى شي خدمه اللي كتعلق بالدومين ديالو. تحيه لكم والى مباشر اخر ان شاء الله.